طرور استبصروا. كنطلبوا من السلطه بتسريع فتح الحانات والملاهي الليليه في هذه الظروف القاسيه اللي وصل لها هذا القطاع مع تشريد العمال ديالو وكذلك اصحاب المحلات التجاريه تاهما، لانه تصادموا بواحد الطريقه لا مثيل لها، لانهم مع هذه الجائحه ديال كورونا صدر في حقهم الاغلاقات من 16/3/2020 لحد الان باقي المحلات ديالهم ما شافوش النور، حتى هاد الناس باعوا جميع الممتلكات ديالهم، وكذلك العمال تاهمايا دوك الشقاق اللي كانوا واخذوهم تقسيط من الابناك راه باعتها ليهم في المزاد العلني، لانه ما بقاش عندهم باش يخلصوا دوك لي زيفي ديالهم. ولهذا كناشدوا السلطه بتسريع فتح هاد المحلات التجاريه، راه وصلوا لواحد الحاله ما كيبغيها حتى شي واحد، وما كيبغيهاش المجتمع المغربي نهائيا. وكذلك نجدد رجاءنا للسيد الوالي لجهه الدار البيضاء سطات بتسريع فتح هذه المحلات التجارية، وهو مشكورا من هذا المنبر على هذه النظرة اللي غادي يشوفها لهاد الناس، واحد العين اللي هي كتحن لهاد المواطنين اللي ساهموا في اقتصاد ديال البلاد وساهموا كذلك في البطالة، لأنهم هما خدموا واحد الفئة ديال الناس اللي ما يمكنش تخدمها الدولة وخدموهم هما. وكذلك نطلبوا من السلطة بتبسيط المساطير، هاد تبسيط المساطير اللي هي لقاها هاد القطاع بحال شي باب مسدود، لأنه كنا كنتظروا مع الخطابات ديال سيدنا نصره الله بتبسيط المساطير الادارات، ولكن ملي كنمشيو للاداره باش نطلبوا شي ورقه كنلقاو كيقول لك جيب رزمه ديال الاوراق، ويا ترى تسالي هذيك الرزمه او ما تساليش، لانه دابا المحلات الى خاض واحد المخالفه كيتغلق المحل ديالو واحد شهر او شهرين او 3 شهور او 6 شهور، وكاين اللي منه خاض السحب النهائي. ولهذا كنطلبوا من السلطه باش تراعي لهاد الناس، بدل كثره الاغلاقات راه ما بقاش المحلات التجاريه هنا في الدار البيضاء. واش هاد الاغلاقات هادو موجودين غير في هاد الدار البيضاء؟ هادي الدار البيضاء كنعرفوها، الدار البيضاء مدينه اقتصاديه وسياحيه، لان هي اللي كتجمع الاقتصاد ديال المغرب كله هنا في الدار البيضاء. كنطلبوا من السيد الوالي باش ياخذ واحد قرار اللي هو صائب للجميع، لا للدوله ولا للتجار هذا القطاع هذا، وهو اي مخالفه صدرات في حق تاجر هذا القطاع هذا تكون غرامه ماليه وتكون تابعه انذار المرة الاولى الثانيه الثالثه. وهذا السيد راه ما غاديش يتمادى في هذا الغلط هذا الا كانت الغرامه ماليه ضخمه، راه ما غيتماداش في هذا الغلط، لا يعقل بانه غادي يبقى كل خطره غادي يخلص. اما ملي كيصدر في حقه الاغلاق راه كيتشرد هو وكيتشردوا العمال، وكذلك يكون ضرر حتى للدوله من ناحيه الاقتصاد. ولهذا كنطلبوا من السيد الوالي باش يراجع هذه القرارات مع القرارات
مع مراجعة القرارات ديال السحب النهائي، لأنه الناس كاين اللي تقاب عليه المحل ديالو بجوج المليار، مليار، ثلاثة، وكيتغلق المحل ديالو بين رمشت عين، كيتغلق المحل ديالو، راه كارثة. كما أجدد رجائي للسيد الولي مراجعة هذه القرارات، وشكرا.